كريم مفضل، مدير تجاري شركة موكاري. هذه الدورة هي الدورة الثالثة التي ستنظمها شركة موكاري بشراكة مع مقاطعة بطانة، تهدف إلى توعية الشباب من أجل إنجاز سيرة ذاتية وكذا البحث عن العمل وكذلك عن الطرق التي يمكن أن تساعدهم من أجل حصولهم على عمل إما بطريقة سلبية أو إيجابية. ومن هذا المنبر تنشكر كل من الأستاذ والشباب اللي جاوا حضروا معنا باش يستفدوا من هذه التوعية. معكم أمينة عيد سعيد، دونك تشكركم اليوم على هذا الدعوة هذه في العمالة، وكنشكروا بزاف الأستاذ السيد أحمد السالمي على هذا المحاضرة ديال اليوم. صراحة استفدنا بزاف كيفاش نبحثوا على العمل وكيفاش نوريو لي كومبيتونس ديالنا للناس او المشغلين، كيفاش نخليو المشغلين هما يبحثوا علينا بالطريقه ديال التدخل ديالنا بالكومونيكاسيون ديالنا وبالطريقه ديال نشرحوا او كيفاش نبريزونطيو راسنا قدام المشغلين. دونك شكرا بزاف، استفدنا بزاف، تنشكروا كثيرا السيد احمد سالمي. السلام عليكم، احمد سالمي استاذ التعليم العالي، مستشار مدير شركة الاستشارة والتدريبات. اليوم حنا هنايا في لقاء تدريبي بشراكة مع موكاري ومقاطعة بطانة. هذا اليوم هو فرصة باش نشاركوا الناس اللي حضروا معنا اليوم في تقنيات البحث عن العمل وكيفاش هاد الناس يمكن لهم يقدوا السيرة الذاتية ديالهم بطريقة جيدة اللي كيقبلها اليوم ولا كيطلبها اليوم ميدان العمل. كذلك الإشارة لبعض النقاط اللي خصهم يخدموا عليهم وبعد لي كومبيتونس اللي خص يكونوا عندهم باش يقدروا اليوم ماشي يبيعوا ولكن يقدموا بواحد الطريقة جيدة هذيك القيمة المضافة اللي كيقدروا يديروها. راه الإشارات المؤسسات اللي كتقلب على اليوم العامل البشري المؤهل اللي كيمثل واحد لافونتاج كونكورونسيال في سوق الشغل. بعض المسائل اللي غادي نخدموا عليهم اليوم هما كيفاش يصوبوا السي في ديالهم مزيان، كيفاش يوجدوا لونتروتيان ديال لومبوش، كيفاش يقادوا السمعه ديالهم نوميريك، وكذلك كيفاش يستعملوا التقنيات الحديثه ديال الذكاء الصناعي في هاد النقاط هادو كاملين باش يكثروا من الفرص انهم يتختاروا في سوق العمل. هادشي اللي كاين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.